الحقيقة في اللقاء ده أنا ليا الشرف إن أنا قاعد مع شيخ المصورين الفوتوغرافيين الأستاذ محمد حسين بكر، أكتر من 60 سنة تصوير، مسيرة للسينما، لتوثيق السينما والفن المصري من خلال عدسته، من خلال اللمسة الفنية للصورة بتاعته علشان توثق تاريخ كبير من خلال الصور. فالحقيقة الشرف كبير ليا إن أنا قاعد مع حضرتك يا أستاذ محمد. إيه والله، وأنا ده يعني الحمد لله أنا بعمل المعرض ده عشان الأجيال اللي جاية كلها تشوف إزاي إحنا وثقنا ده، عشان ما كانش فيه تكنولوجيا بتاع دلوقتي، ويعرفوا إن الحمد لله إن في مصريين مصري عشان نوثق ده، والحمد لله قدرنا نعمل حاجة كويسة. وده أنا من ضمن ما كان تيجي أفلام تتصور هنا، أنا صورت أفلام أجنبية منهم جيرالدين شابلين من ضمن، وبهتت ولما شافت الصور أنا اتخضيت، لأن بصيت لقيتهم بيجروا، وجت راحت فجأة وحضناني وفضلت تبص فيا وتقول لي مش ممكن، وحبوا ياخدوني عشان أكمل معاهم الفيلم برا، ما قدرتش لأن أنا كنت الوحيد للوالد. حضرتك كنت، انا عايز اعرف كانت الدماغ بقى فيها ايه وقتها؟ احنا بنتكلم في 60 سنة، يعني من 60 سنة كنت بتاخد كاميرتك وتعرف الفيلم الفلاني هيتصور لفلان الفلاني او فلان الفلانية، تجري وتروح وتصور، تاخد كادر معين ولا بتاخد كادرات كتيرة؟ بتعملها ازاي؟ كنت بتعمل، شوف انا كنت في ابتدى من سنة 49-50 كنت بساعد الوالد بيشتغل في السينما من سنة 34، هو اللي صور أفلام عبد الوهاب كلها مع شركة بايدافون، وهو اللي صور أفلام الريحاني، وهو اللي صور أفلام ليلى مراد ونور وجدي، وهو اللي صور فكنت بروح أساعده في أثناء الدراسة في الأوقات اللي هي بعد المدرسة أو في الأجازات، لغاية سنة الخمسينات اما ابتديت اتشرب ده وتعلمت وعلمني ازاي اركب الاحماض الكيماويه اللي بتعمل اتحمض النيجاتيف او تطبع الصور او الصوره تطبع ازاي، لان كان عامل المعمل ده في البيت، فكنت اخش معاه اشوف، هو ما يقولش، يقول لي شوف وتعلم، فانا ما بقيت اشوف واجود، فالحمد لله كانت الصورة أياميها ثابتة، فأنا ما كنتش عجباني، فبقيت أروح أتفرج على الأفلام الأجنبية الصورة معمولة إزاي، معمولة إن أكشن إزاي، التعبير إزاي، إلى أن غيرت النظام كله، الكاميرا الكبيرة ودون إنما صورت بيها، والإزاز اشتغلت معاه، النيجاتيف كان إزاز، اشتغلت معاه النيجاتيف كان كبير 20-25، فغيرت دون وابتديت اشتغل بقى بالكاميرات الرولفليكس الصغيرة وده عشان اطلع الصورة الحية اللي فيها روح، ويمكن انت بعض الصور اللي هنا شايف ان فيها روح وفيها تعبير والجودة قدي عالية وعايشة للنهاردة. حصل ازاي الجودة العالية ده بتكنيك زمان؟ ما هو ده بقى ازاي الصنعة انك انت تعمل ده. وكنت بقى بهزار كنت أراهن المصورين لما يقول لك الإضاءة دي ضعيفة مش هتنفع، أقول له لأ، طب تراهني ويراهني على إيه؟ إزاز بيبس، إزاز بيرة كده، ولكن هم كان كلهم أنا بعتبرهم مخرجين زي عبد العزيز فهمي، زي وحيد فريد، زي كل الفيزي، وكانوا زمان طلعينا، كان واحد اسمه برونو سالفو والفيزي، وازاي تتعلم منهم، واحد اسمه كليليو، والمصريين استاذ عبد الحليم نصر، فدول كلهم تبنوني وكانوا ما بيبخلوش عليا في اي حاجه. انا شايف صور سعاد حسني، محمد عوض، عمر حريري، عبد الحليم، شادية، عمر الشريف، ايه الاسامي دي؟ انت حضرتك كنت بتدخل اول فيلم صورته ورحت وما لقيتش الوالد
ودخلت أصوره، كان فيلم سمارة اللي هو دون يعني بصورها صورة دي. لا الصورة الأساسية هي دي، والعكس بتاعها هم قاعدين المخرج. يا شيتوس لو تلف معانا بالراحة كده وتجيب الصورة اللي الأستاذ محمد بيقول عليها، الصورة اللي هي الميديم يا شيتوس دي الأول، دي أول صورة، دي أول صورة كنت أصورها في حياتي كفيلم بقى كمل. وبعدين اللي جنبها دي العكس بتاعها، المخرج قاعد والكاميرا وناس زيارة كانوا جايين للاستوديو، فده العكس. وهم شايفين يا جماعة وهم نايمين قاعدين هم زي ما هي، فده العكس. يعني خدت الناحية دي وقلبت خدت الناحية دي، وابتديت واللي وقفت معايا ياميها تحية كاريوكا وخلتنا أكمل مع الأستاذ حسن الصيف. فبقى ما يخش أي فيلم يطلبني أصور الفيلم في حاله من أوله لآخره. ينفع أسألك سؤال صعب؟ صورة بتعتز بيها جدا ضمن تاريخك الطويل ده؟ لا كتير. أنا عارف إن السؤال صعب، صعب. كتير كتير. وبعدين هم كل الفنانين أصدقاء أصدقاء، وده الصداقة، لأنك أنت لما تقعد قدام صديق بتاخد منه اللي أنت عايزه، التعبير اللي أنت عايزه يديهولك، لو ما كانش في صفاء بينكو مش هيدي ده، لو ما قرفان منك مش هيدي. إنما الصداقة، ودي إزاي ممكن أصور صورة واثنين وثلاثة وكنت أرميهم لغاية ما أخد التعبير الصح اللي هم عندهم. أنا اتشرفت بحضرتك في اللقاء السريع ده، ويا رب كده تفضل صورك عايشة سنين وسنين وسنين كده. سعيد جدا جدا، وأنا عندي كتير كتير، وخصوصا عندي الصور اللي ورا الكاميرا من المخرجين والمنتجين ومديرين التصوير، كل اللي تعبوا في السينما وقفت على حيلها عشان كل الأجيال تبقى عارفة، لأن بيسمعوا أسامي بس من أول محمد كريم لغاية تقريبا سمير سيف والحاجات دي. نورتنا وتشرفنا بحضرتك. ده الشرف ليا، ونورت الدنيا كلها.